عبقرية المدارس الموسم ال 15 ومباراة مهمة في دور ال 32، وأفكركم بالنتيجة: 60 متفوقين عين شمس، 50 الثانوية الفنية للتمريض الغربية. وعندنا تغيير في الثانوية الفنية للتمريض، فاطمة ياسر رجعت مكان بسنت مفرح، وتغيير واحد في المتفوقين، محمد عصام نزل مكان عبد الرحمن الليسي. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. مروان هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، تفضل. فاطمة تعالي مكاني. تفضلي قدام. فاطمة، الأسئلة مش صعبة، ولكن عايز شوية تركيز. اتفقنا؟ عايزين نطمن على الأستاذ مروان. تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي قارة يقع نهر شجر؟ آسيا. غلط. من قام بدور سيد في فيلم سيد العاطفي؟ تامر حسني. صح. في أي دولة آسيوية بدأت ثورة اللوتس الأبيض عام 1796؟ الهند. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة كرواتيا؟ كرواتية. صح. الأحزان العادية قصيدة لشاعر عامية راحل، فمن هو؟ بهاء طاهر. غلط. في أي محافظة مصرية تقع محمية قبة الحسنة؟ جنوب سيناء. غلط. ما هو ضعف الرقم 28؟ 28؟ 56؟ صح. يتكون معدن الكوارتز من ثاني أكسيد أحد العناصر، فما هو؟ كوارتز. السيليكون. صح. من هو ملحن أغنية أربعة من ثمانية؟ وكان ممكن تجاوبي أكتر من سؤال. تخيلي بقى بذمتك الأحزان العادية بهاء طاهر. اتلخبطت. ده أديب مش شاعر. اتفضلي. طيب سليم، عايزين مروان ينضم لينا، هنشوف مروان هيعمل إيه. كان ممكن، وفي سؤال كمان كان ممكن، ولكن تمام. مروان اتفضل. عايز تعرف ايه اللي حصل ولا لا؟ لا. طيب اتفضل هنا في النص. انا قلت 8 اسئله من 10، او يعني ما اقدرش اقول التاسع اللي حقيقه اقوله، هما 8. تحت الضغط كاونتر. في اي قاره يقع نهر الشجر؟ امريكا الجنوبيه. غلط. من قام بدور سيد في فيلم سيد العاطفي؟ تامر حسني. صح. في أي دولة آسيوية بدأت ثورة اللوتس الأبيض عام 1796؟ لاوس. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة كرواتيا؟ كرواتية. صح. الأحزان العادية قصيدة لشاعر عامية راحل، فمن هو؟ أحمد فؤاد نجم. غلط. في أي محافظة مصرية تقع محمية قبة الحسنة؟ المنيا. غلط. ما هو ضعف رقم 28؟ 56. صح. يتكون معدن الكوارتز من ثاني أكسيد أحد العناصر، فما هو؟ سيليكون. صح. من هو ملحن أغنية نفس العاطفة؟ أقول لكم حاجة، أنتوا جاوبتوا على نفس الأسئلة، نفس كل حاجة. في أي قارة يقع نهر شجر؟ أمريكا الشمالية مش الجنوبية. في أي دولة آسيوية بدأت ثورة اللوتس الأبيض عام 1796؟ في الصين. الأحزان العادية لمين؟ أيوة، للأبنودي. في أي محافظة مصرية تقع محمية قبة الحسنة؟ الموضوع أسهل من كده بكتير، مش حلومها، حلومك دي في الجيزة. هي دي الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كلنا نحيي فاطمة ومروان. مروان وفاطمة اتفضل. طبعا النتيجة اتغيرت، ولكن الفرق زي ما هو، فرق 10 نقاط. مروان كنتوا كام؟ 60 واربع اجابات صح ب20 نقطة، بقيتوا 80. فاطمة كنتوا 50 واربع اجابات صح، بقيتوا 70. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. مروان وأمل، أمل ومروان اتفضلوا. هنشوف الهدف الأول لمين. السؤال الأول: فنون.
فنان قام بدور الخديوي اسماعيل في مسلسل سرايا عابدين، فمن هو؟ الجزء الاول من تاليف هبه مشاري حماده من اخراج عمرو عرفه، مين؟ فنان سوري. قصي حسن؟ تايم حسن؟ لا صيف يا نصر. ايوه هو يا روان قصي فعلا. هاردك اتفضلوا. قصي خولي. اول سؤال ما تجاوبش. زياد واسماء، اسماء وزياد. السؤال الثاني جغرافيا، في اي من دول الامريكتين تقع غابة دوغلاس الحكومية؟ غابة دوغلاس مساحتها 5900 فدان. الأرجنتين؟ الأرجنتين إجابة خاطئة. مشهورة بالأشجار الصنوبرية ذات القيمة العالية، إجابتك؟ دوس على البزر. أمريكا؟ أمريكا الهدف الأول. على الحدود ما بين رود آيلند وكوناتيكت. محمد عصام وفاطمة، فاطمة ومحمد عصام، معاك ورقة وقلم. صح، هو فعلا قدرات ذهنية. انت مش داخل تشيل حديد، سؤال القدرات الذهنية بتحل هنا مش بالدراع. لا خالص، لو جاوبت صح 25 نقطة. حاولي تتعدلي. السؤال الثالث، حل المسألة الآتية. 66 في 12 على 8 يساوي كام؟ 66 في 12 على 8 إجابتك؟ 99. الهدف الثاني. خمسة وعشرين نقطة لمتفوقين عين شمس. 105 متفوقين عين شمس. 70 الثانوية الفنية للتمريض الغربية. رهبة أول مشاركة واضحة على كل اللي شارك النهاردة. الاستوديو أجواء والمزيكا والأضواء والكاميرات لا الأنين. كان عندي إجابات كتير تحت الضغط ومن التوتر ما قدرتش أجاوب عليها، وإن شاء الله نقدر نعوض في حالة الفضل. بعد ما حصل الهدف الأول في ضربات الجزاء اطمنت أكتر، كنت واثق في زمان إن إحنا إن شاء الله نقدر نحسم الفرق. الفرق 35 نقطة مش كتير، لسه بدري على الماتش، إن شاء الله نقدر نعوض في عجلة الحظ ونطلع بسكور كويس. الماتش مش سهل، لازم نفضل مركزين لحد آخر سؤال عشان نضمن التأهل لدور 16. في النهاية فريق هيكتسب خبرة وهيودع البطولة، والفريق التاني هيكتسب خبرة ويكمل في البطولة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 65 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 175 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الرئيسي لتطوير مدارس مصر بمختلف مراحلها. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.